الخميس ظهرا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حطت الطائرة التي تقل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له بمطار أم تونس الدولي بنواكشوط. وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسعادة السفير التشادي بجمهورية إثيوبيا فضل الله سيد علي نافع ووزير الخارجية والتكامل الإفريقي شريف محمد زين والعديد من الشخصيات الاعتبارية بالدولة الموريتانية. وفور نزوله من سلم الطائرة أجريت مراسيم الاستقبال الرسمية التي شهدت رقصات التراث الشعبي الموريتاني. وبعيد ذلك توجه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع نظيره الموريتاني إلى صالة كبار الشخصيات لاستراحة قصيرة. وتأتي زيارة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للعاصمة الموريتانية نواكشوط من عجل المشاركة في القمة 31 لقادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي النصف سنوية المزمع عقدها في الأول والثاني من مطلع شهر يوليو، والتي من المقرر أن يتناول فيها القادة الأفارقة قضايا النزاع والتنمية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة السمراء. كما سيأخذ فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال إقامته بنواكشوط لقاءات ثنائية مشتركة على هامش القمة تعزيزا لدور تشاد والتزامها داخل القارة الإفريقية. هذا وبعيد الاستراحة القصيرة توجه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له إلى مقر الإقامة التي تجمعت فيها الجالية التشادية بموريتانيا.